شوف على لية الخروف كيف مدورة، لك سبحان اللي كورها ودورها. يا سيدي اللي ما أكل لي المشوية مع البصلة ما بيعرف طعم التمه. بس سمعت لكم إنه اللية والسمن العربي بيرفعوا الكوليسترول وبيساووا جلطات. هلا من كل عقلك مصدق هالحكي؟ لك يا سيدي حط بالخرج. على أساس اللي بالجبانة ماتوا من أكل اللية والسمن العربي. الله معك بالعافيه. شو كانوا عم يسألوا للراعي؟ سألوه عن عدد الأغنام بسوريا وعن نسبة اللي بياكلوا لحم وقديش صار الكيلو. وشو بدهم بكثرة الأسئلة ووجع الراس؟ وشو بيعرفني؟ هدول أجانب بيحبوا يعرفوا كل شيء، خبراء لك أخي خبراء. تفضلوا إذا بتريدوا. سبحانهم زين العقول. أي والله. تعالوا شباب. التنة. دخلك استاذ نزار، شو سألوا الراعي كمان؟ سألوه عن المراعي بالبادية وإمتى بيسرح مع الغنم وكم مرة بتولد الغنمة بالسنة. يا جماعة بطل حيا، هالجماعة كتيرين غلبة. يا اوعى الفطاير ما شو شباب؟ ما بدكم تفوتوا معنا على المغارة؟ لا ما بدنا نفوت، اهلكنا من الطلعة، فوتوا لحالكم. بس المغارة حلوة كثير، ها ما تروحوا عليكم. يا سيدي حط بالخرج. بلا أن الفوتة المعتة. حط بالخرج. بس يا أبو مشعل، هالمغارة عمرها أكثر من 10 ملايين سنة. عمرها 10 ملايين سنة؟ يا سيدي اسمع وسطح الحكي ببلاش. نحن عم نستناكم تحت. يلا يلا, يلا. يلا.